الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، المعنويات الحقيقه في السماء، وجماهير النادي الاهلي بتترقب المواجهه اللي كانت من ايام بسيطه جدا بعيده. خلاص بدا العد التنازلي، 48 ساعه ويجي يوم الماتش. واذا كنت انت شايل هم الوداد اراد، فهم شايلين هم الاهلي 24 اراد، وليه لا؟ والاهلي الحقيقه صاحب صولات وجولات في افريقيا، ونتائجه الايجابيه اللي بيحققها بره ملعبه خير دليل. مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده من برنامج السادسه. طبعا يعني خلاص زي ما احمد قال، 48 ساعه بتفصلنا عن الحلم الكبير بقى افريقيا. ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب علشان نكون مرتاحين على ارضنا. يمكن بيتسو موسيماني مبشر، سواء لما اتكلمنا على الثلاث مباريات اللي لعب الفريق فيهم تحت قيادته، او الحقيقه من الحاجات اللي بنشوفها وبنقراها، يمكن بيتسو موسيماني عمل جلسه مطوله مع محللي الاداء بالجهاز الفني، وجاب فيديوز لمباريات الوداد اللي فاتت كلها، وقعد يشوف ويدرس كويس قوي نقاط القوه والضعف عند الفريق المنافس. دي حاجه مبشره جدا، وده اكيد المفروض يحصل. والحقيقه انه شايفين تركيز الحقيقه من اللعيبه كلها، شايفين روح معنويه عاليه، وده اللي بنسمعه دايما من مراسلنا اللي هيكون معانا كمان كريم احمد خلال الحلقه النهارده، يقول لنا اللي حصل النهارده. النهارده كان اول تدريب للفريق في المغرب، وباذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. الجمهور داعم ليهم بشكل كبير جدا وواقف في ظهرهم، والنتيجه الايجابيه في مباراه الذهاب هتريحنا كتير قوي يا احمد. اكيد طبعا، واعتقد انه خلاص امبارح يوم مش محسوب. طبعا اطمنا على وصول بعثتنا وفرقتنا للمغرب. النهارده يبتدي الجد، النهارده اول تمرين ان شاء الله لفريق نادي الاهلي، وهيكون تحديدا الساعه 7:30 بتوقيت القاهره، وده نفس توقيت اللي هيتلعب فيه ان شاء الله الماتش يوم السبت اللي جاي. سيناريوهات كتيره جدا وحسابات كتيره جدا، و48 ساعه مهمه جدا للجهاز الفني وللعيبه عشان يستعدوا فيها لمواجهه الوداد على ارض الملعب في 90 دقيقه تكاد تكون الأهم في مشوار الأهلي في البطولة. ليه بقول الأهم؟ لأنه الحقيقة فرصتنا في مباراة العودة إن شاء الله بإذن الله بكل الحسابات أعلى بكتير. عندنا القدرة على أرضنا إن إحنا إن شاء الله بإذن الله نعمل مباراة كويسة ونحقق نتيجة إيجابية يساعدنا في ده، ويحسم فكرة التأهل للمباراة النهائية إن إحنا نعمل سكور كويس أو نعمل نتيجة إيجابية. نتمنى أنها تكون الفوز، ومش وحش لو كان التعادل، وحتى في أقصى الظروف ولو خسارة بهدف الأهلي إن شاء الله يكون عنده القدرة على التعويض. وصلنا للنهاية، أعتقد أنه الأهلي الكبير الحقيقة كما عودنا دائما قادر إن شاء الله بإذن الله أيا كان المنافس، سواء كان الرجاء أو كان الزمالك، عنده القدرة. أنا بشوف أن مباراة الوداد في المغرب هي أصعب مباراة في مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا السنة دي. الحقيقة لما تيجي تعمل مقارنة تجد أنه إجمالا المقارنة في صالح النادي الأهلي، حتى وإن كانت الأرض بتلعب مع صاحبها، وحتى وإن كانت أفضلية مباراة الذهاب في المغرب على مركب محمد الخامس. الحقيقة يمكن حاجات كتيرة جدا يا سارة بتفصل في المباريات اللي من العرض التقيل ده، اللي من النوع ده. أنا عارف أن في سيناريوهات كمان كتير مختلفة بيفكر فيها الجهاز الفني. يعني احنا يمكن لما كنت بتكلم معاكي قبل الهوا على طول، لانه دايما بيبقى في المباريات الكبيره دي في اكتر من سيناريو عشان على حسب مجريات المباراه. بالظبط كده. انت بقى لو انت هتحط السيناريو هو احنا مبدئيا انت عندك 80 مليون اهلاوي، كل واحد فيهم حاطط خطه طبعا، وكل واحد فيهم حاطط تشكيل، وكل واحد فيهم حاطط طريقه تطبيق في الملعب. الاهم طبعا انه مستر موسيماني هيروح او هتروح دماغه لايه. احنا النهارده هندي الفرصه دي لواحد من 80 مليون، كابتن هاني العجيزي هيشرفنا، ونحاول نقرا معاه ازاي مستر موسيماني وازاي فرقه النادي الاهلي ممكن تلعب المباراه دي، وازاي نحط السيناريوهات. خدوا بال حضراتكم انه الماتشات اللي من النوع ده وارد جدا فيها انه الخطه تتغير على مدار المباراه حسب سير او حسب نتيجتها، يعني وبتتقسم الحقيقه. يمكن الجهاز الفني طبعا أقدر مني وأقوى مني في فكرة أنه إزاي تبني 90 دقيقة مع بطل المغرب على ملعبه، تتقسم كل شوط لثلاث أقسام أو تقسم حسب سير المباراة وحسب نتيجتها، تستقر على طريقة لعب دفاعية في الشوط الأول وتثبتها إذا كانت النتيجة في صالحك أو تغيرها. كل دي سيناريوهات الحقيقة وحسابات كتيرة جدا، فرق كبير جدا لا قدر الله لما الوداد يسجل هدف مبكر عن لما يسجل هدف في نهاية المباراة، وفرق كبير جدا إن شاء الله لما الأهلي يسجل هدف مبكر عن لما نخطف
هدف في نهايه المباراه. كل دي الحقيقه افكار بتدور في عقل مستر موسيماني. ما يسجلش خالص نتمنى طبعا ونحافظ على الشباك نظيفه او يسجل واحنا نسجل اكتر منه. ما عنديش مانع. المره دي اهم حاجه خدي بالك في المباراه الذهاب دايما بالذات الذهاب يعني بيبقى هدف خارج الارض مهم جدا طبعاً. جدا جدا حتى ولو خسرت المباراه. يعني انا عندي انه لا قدر الله انه الاهلي يخسر 2-1 احسن بكتير من ان هو يخسر 1-0 او يخسر 3-2 احسن من ان هو يخسر 2-1 وهكذا. ففكره انك تحط جول في الماتش هيريحك جدا في مباراه العوده حتى ولو كانت النتيجه مش في صالحك. وده طبعا 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 اللي ما بنتمنهوش. نتمنى ان شاء الله انه الاهلي انا طبعا اتمنى وشايف انه الاهلي عنده القدره من فتره طويله جدا الاهلي عنده القدره ان هو يحقق نتيجة إيجابية ويفوز على الوداد. كان معايا امبارح يا أحمد كابتن عبد الله جلال كان بيقول لي إنه هو بقى الفترة متابع مباريات الوداد وإنه قد إيه شايف إنه في مشاكل كتير قوي في الدفاع الوداد وشايف إنه هم دفاعهم دلوقتي مش أقوى حاجة وإنه ممكن يكون كمان خسارة الدوري ما قالش إن هي هتأثر ولكن إن هم دلوقتي معنويا مش أفضل حاجة ولكن هو كان بيتوقع ان المباراه تنتهي 2-1 للنادي الاهلي. نتمنى ذلك طبعا. نتمنى ان شاء الله نشوف الاهلي كسبان في المغرب. ده يريحنا ويحسم بشكل كبير ال 180 دقيقه بقى اجمالي مواجهه الاهلي من مع الوداد ذهابا وايابا. خلينا نتكلم عن تفاصيل الفرقه النهارده. طبعا جيرالدو ومعلول انضموا للفرقه. جيرالدو كان جاي من البرتغال، معلول مشواره كان ابعد شويه من النمسا. هنعرف اخر اخبار الفريق ونعرف اول ايام استعداد للوداد قبل دقائق من بدايه المران الاساسي والرئيسي. كلام كتير قوي عن مباراه الاهلي والوداد وتفاصيل كتير وهيكون معانا كمان المراسل الكريم احمد بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. ايه طبعا اخر الاخبار وايه الاجواء في المغرب؟ ده اللي هنتعرف عليه الحقيقه من خلال تواصلنا مع مراسلنا هناك كريم احمد موجود طبعا مع بعثه فريق النادي الاهلي ومع الفريق في اول ايامه. بقى خلينا نعتبر ان يوم الوصول بالنسبه لي اعتقد تبقى رحله الى حد ما مرهقه. النهارده قائمه اللعيبه اكتملت بانضمام كابتن علي معلول وجيرالدو للفريق ووصلوا بالفعل لفندق الإقامة. خلينا نتواصل مع كريم نعرف ازاي مشي اول ايام الفريق في المغرب وايه هي استعدادات الفريق طبعا لاول مران لي على ملعب كهرماء كاليفورنيا اللي تم اختياره. بالمناسبة ده ملعب يعتبر قريب نسبيا من مقر إقامة او من فندق محل إقامة النادي الأهلي في المغرب. كريم جاهز معانا؟ كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي احمد، برحب بيك في البدايه وبرحب بزميلتي ساره وكل التحيه لكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. الحمد لله على السلامه. وطمنا كده بدايه بس نعرف كده وصل يعني معلوماتنا قبل الهوا انه علي معلول وجيرالدو انضموا لبعثه الفريق في محل الاقامه. نطمن على وصولهم بالسلامه. باكد على كلامك زميلي احمد، بالتاكيد وصل بالفعل علي معلول وجيرالدو. يمكن كابتن سمير عدلي زي ما قلنا كان متواصل معاهم وتواصل مع معالي السفير وكان متواجد ايضا كمان في استقبالهم للمطار. تواجدوا في فندق الاقامه ومباشره طلعوا بقى على وجبه غداء، لكن لسه تحديد ده الريكفري هيتعمل هنا في فندق الاقامه ولا هيكونوا متواجدين مع التدريب الاول لفريق النادي الاهلي اللي تم تحديده في تمام الساعه 8 مساء هنا بتوقيت المغرب وايضا كمان ملعب كهرماء بكاليفورنيا البيضاء. الملعب يمكن الحمد لله بيبعد عننا من 20 ل 25 دقيقه وده امر مهم جدا لعيبه النادي الاهلي لان احنا توقيتنا يكون في الحظر. يعني خلاص الساعه 8 يكون هنا الحظر بيبدا 10 لكن كل المحلات
الرحلات هنا وكل الامور بتبدا من الساعه 8 الغلق، لكن في استثناء طبعا لبعثه فريق النادي الاهلي للتامين متواجد خارج الفندق التنسيق على اعلى مستوى اكيد من الكابتن محمود الخطيب وايضا كمان معالي السفير اشرف ابراهيم. انت عارف طبعا زميلي احمد ان الرحله دي ايضا او البعثه بشكل عام هي تحت رعايه اير كايرو الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي ورسائلنا المعتاده اكيد تحت رعايه بنك سايبا البنك الرسمي للنادي الاهلي. بشكل عام الامور الحمد لله ماشيه بشكل رائع ومطمئن جدا لفريق النادي الاهلي، بنتمنى باذن الله التوفيق لكل اللاعبين في هذه المباراه النهارده. التدريب الاول ان شاء الله تكون جرعه تدريبيه موفقه لفريق النادي الاهلي. عندنا بعض الاخبار حابين نطمن بيها كل جمهور النادي الاهلي، ذكرنا طبعا يمكن الشناوي وايمن اشرف الحمد لله اعلن جاهزيتهم تماما لمباراه الوداد، وده امر مهم جدا كنا حابين نطمن عليه من الجهاز الطبي بقياده طبعا طبيب النادي الاهلي خالد محمود، ايضا كمان كهربا ومحمود وحيد اللي هنطمن عليهم النهارده في فحص طبي قبل انطلاق المران. لكن من حديثي مع محمود عبد المنعم كهربا بشكل شخصي قال انا يمكن جلستين ان شاء الله بقى اكون متواجد، هو يمكن مشيته واكدنا عليه وقلنا بيمشي كويس ما عندوش اي حاجه، هي كانت الام بسيطه يعني عقليه اللاعب المحترف ما بيحس باي حاجه وعنده مباراه مهمه لابد يكون مبلغ، وده اللي عمله كهربا وده اللي عمله الشناوي، كانت حاجه بسيطه لكن اما بيدوس على نفسه بيلعب طبعا ممكن تزيد، لكن الحمد لله. طب كده كريم الشناوي في التدريبات الشناوي طبعا. وايمن ان شاء الله تم شفائهم بشكل كامل وان شاء الله يكونوا موجودين في الماتش. كهربا هو الوحيد اللي بيتم تجهيزه او في برنامج خاص، وانا عارف انه الجهاز عامل برنامج يعني خاص جدا لتاهيل كهربا عشان يكون متواجد في المباراه. كهربا يمكن باكد لك وايضا كمان معاه محمود وحيد وبادجي، بادجي برضو كان يمكن بيشكو من بعض الام السمانه وايضا كمان محمود وحيد، لكن خلاص عدينا للشناوي وايمن اشرف، يتبقى بقى محمود عبد المنعم كهربا نشوفه النهارده ان شاء الله في الفحص الطبي يكون متواجد حتى في جرعه بسيطه من التدريبات، وايضا كمان بادجي النهارده بنطمن عليه. محمود وحيد في مجهود كبير جدا بيبذل من الجهاز الطبي في النادي الاهلي، يعني عايزين ناهل اللعيبه بشكل كبير جدا لهذه المباراه، كل اللعيبه الحمد لله المعنويات مرتفعه، الرغبه موجوده، الاصرار موجود، لكن عايزين بقى نشوف كل الامور دي باذن الله تترجم في ارضيه الملعب. الجهاز الفني ايضا كمان بيتسو موسيماني اللي عامل محاضره فنيه النهارده قبل تحرك فريق النادي الاهلي، النهارده يمكن فريق النادي الاهلي يتحرك 7:30 بتوقيت المغرب 7 مساء يكون في محاضره فيديو، الراجل بيحاول يجمع بشكل كبير جدا كل المباريات الاخيره لفريق الوداد، امور عديده جدا تمركزات بقى اللاعبين كل الامور دي بيشرحها، الضغط نبدا ازاي نضغط في ثلث الملعب، المباراه تكون عامله ازاي نبدا نضغط في الثلث الامامي، امور فنيه كثيره جدا بيحاول ان هو يشتغل عليها بشكل كامل الجهاز الفني وليس بيتسو موسيماني فقط، كي بي ايضا كمان مخطط الاحمال بيقوم بدور رائع ومميز جدا. يمكن ذكرت قلت يمكن كل الناس بتتكلم عن هذه المباراه، الجهاز الفني مركز بشكل كبير، اللعيبه كمان الجلسات الثنائيه والجلسات الجماعيه ما بنشوفها احنا وبنغطيها كمان من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بتدينا احساس وبتطمن جمهور النادي الاهلي ان اللعيبه عندها هدف كبير وعندها تحدي كبير وعندها امل كبير جدا. كريم كلمنا اكتر عن الحاله المعنويه للعيبه، يعني انت اكتر حد قريب منهم دلوقتي واكتر حد تقدر تنقل لنا الصوره بشكل كامل، بيتكلموا مع بعض في ايه، بيتكلموا يعني الحاله المعنويه ايه اللي مسيطر عليهم؟ الحاله المعنويه مرتفعه جدا قبل ما نتوجه هنا المغرب، مباراه بيراميدز الاخيره شفنا الاصرار والجديه وعزيمه النادي الاهلي وضغطنا بشكل كبير، طرد عمرو السوليه في مباراه بيراميدز يمكن كانت جرعه تدريبيه قويه جدا ولعيبه النادي الاهلي كان عندها تحدي، فدي مديه اشاره ورساله جدا مهمه جدا ان البطوله الافريقيه باذن الله نبدا في مباراه الوداد بالتحدي والاصرار اللي شفناه في مباراه بيراميدز، لكن باكد لك المعنويات مرتفعه، رغبه موجوده اكيد عند لعيبه النادي الاهلي، الكل عنده حافز لكن المعنويات مرتفعه بشكل كبير جدا والتركيز كبير جدا لفندق الاقامه كمان اللي بناكد عليه فندق هادي، وده امر مهم جدا لما بيكون هدوء في فندق الإقامة، وده اختيار موفق جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي، وجود الكابتن محمود الخطيب بيباشر على طول بشكل مستمر بيتواجد مع لعيبه النادي الاهلي، سلامه مع لعيبه النادي الاهلي واحاديثه البسيطه امر مهم جدا لكل اللاعبين، يعني الجانب الاداري موفق جدا والجانب التنظيمي موفق جدا الجانب الفني موفق جدا، لكن ينقصنا زي ما بنقول يا ساره وزي ما بنقول زميلي احمد ان ربنا سبحانه وتعالى بقى يكون موفق لعيبه النادي الاهلي، وايضا كمان تدريبات الخميس والجمعه ما يبقاش فيها اي اصابات، ده امر مهم جدا ان لعيبه النادي الاهلي تحافظ على نفسها في التدريبات حتى يوم بقى المباراه باذن الله. احنا الجمعه المفترض ان تيم كامل باصرار وعزيمه ان شاء الله الجمعه ان شاء الله نتمرن في مركب محمد الخامس. خليني اعرف منك حاله معلول وجيرالدو بعد وصولهم من السفر، وهل هيكونوا موجودين في تمرينه النهارده؟ انا عارف يمكن جيرالدو جاي من البرتغال ودي نسبيا تعتبر يعني خطوتين من المغرب، لكن معلول جاي من النمسا وبالتالي انا عارف ممكن تبقى رحله مرهقه شويه، هل هيكونوا جاهزين للمران النهارده ولا هيبقى ليهم برنامج خاص؟
الحقيقه طبعا باكد على كلامك تحديدا علي معلول، يعني رحلته 11 ساعه، فيعني ربنا يكون بقى في عونه باذن الله علي معلول، باذن الله يكون ريكفري معمول له سواء في فندق الاقامه. يمكن كنت بذكر لك من شويه ان لسه هيتم تحديد ان يتعمل لعلي معلول ريكفري في فندق الاقامه، مغطس، ثلج، كل الامور دي، او هيكون في حاجه بسيطه جدا في التدريب لفريق النادي الاهلي. لكن هي الرحله كانت شاقه جدا بالتحديد على علي معلول، لكن جيرالدو زي ما انت ذكرت، لكن باذن الله مع التركيز الكبير ومع انكار الذات وشخصيه البطل، كل اللعيبه دي باذن الله بقى تنسى الرحله وتنسى كل الامور دي، تركيزها ان شاء الله يكون في مباراه الوداد اللي عليها امل كبير جدا وجمهور النادي الاهلي منتظرها بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه موفقه لفريق النادي الاهلي ونرجع بنتيجه ايجابيه باذن الله. فرق التوقيت بين مصر والمغرب يا كريم ساعه واحده بس، هل في اي تاثير على الجدول للعيبه سواء المحاضره الفنيه او التدريبات؟ لا يعني نقدر نقول لو اكتر من ساعه كانت ممكن يبقى فيها تاثير شويه، لكن يعني هي الساعه ما نقدرش نحس بيها بشكل كبير. يعني خلاص الجدول اتحط زي ما بقول لك، النهارده يمكن كان فطار صباحا 10 صباحا، الغدا كان 2 ظهرا، المحاضره الفنيه هتكون 7 مساء، وده هيتم بقى خلاص يعني الاربعاء والخميس والجمعه. لكن يوم الجمعه بقى منتظرين يكون في المؤتمر الصحفي، لسه لم يتم تحديده. انت عارف زميلي احمد وزميلتي ساره، يوم الجمعه بيكون في التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي على ملعب مركب محمد الخامس، وبيسبقه المؤتمر الصحفي. حتى هذه اللحظه لسه منتظرين التاكيد، وايضا كمان منتظرين ميعاد تاكيد المسح الطبيه. الامر ده اكيد يعني في جهد كبير بيبذل من الكابتن سعيد عبد الحفيظ وايضا كمان الكابتن محمود الخطيب لتحديد ميعاد المسحه الطبيه، لان الامر ده مهم جدا بالتنسيق مع وزاره الصحه المغربيه وايضا كمان الكاف. لكن بشكل عام يعني نقدر نقول ساعه مش مؤثره بشكل كبير على البرنامج التدريبي والبرنامج الخاص بفريق النادي الاهلي، لكن اكتر من كده كانت هتكون مؤثره. لكن ان شاء الله باذن الله الظروف كلها تكون مهيئه لينا باذن الله في هذه المباراه. كريم، انت بقالك تقريبا يعني من ساعه ما وصلت بالسلامه للمغرب حوالي 24 ساعه، بالتاكيد يعني رصدت مثلا اهم العناوين او اهم ما كتب عن النادي الاهلي او نشر في الاعلام الرياضي المغربي، تواصلت مع جمهور من المغاربه او من مشجعين الوداد، عايز اعرف رؤيه الاشقاء في المغرب لمواجهه الاهلي مع الوداد ونظرتهم او تقييمهم لبطل مصر وهو بيلعب بطل المغرب. يمكن الصحافة المغربية مهتمة بشكل كبير جدا من وصول النادي الأهلي، يعني مجرد وصولنا في مطار طبعا الدار البيضاء كان في قنوات كبيرة جدا وكثيرة جدا، وأيضا كمان مواقع كانت مهتمة إن هي تجري بعض اللقاءات مع لعيبة النادي الأهلي وأيضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ. لكن أنت عارف طبعا في غلق إعلامي تام للعيبة النادي الأهلي سواء في قناة الأهلي، حتى كمان يعني بنحاول إن احنا يكون معانا بعض اللعيبة، لكن احنا أمر أكيد يمكن عامل مساعد للبعثة وعامل مساعد لفريق النادي الأهلي، عايزينهم يبقوا في تركيزهم الكبير في هذه المباراة. لكن بأكد لك في اهتمام إعلامي كبير جدا، الجمهور وتواجد الجمهور او كده لا، يعني الامر صعب جدا بقى في فندق الاقامه لان في تشديدات كبيره جدا، الامن متواجد خارج الفندق ومفيش اي حد بيقدر يخش عند بعثه فريق النادي الاهلي، الدور بتاع لعيبه النادي الاهلي ممنوع منعا باتا ان اي حد يكون متواجد فيه، بره كمان الاجواء فيها حرص شويه وفي تحذيرات كبيره جدا من الشرطه سواء على ازمه كورونا وايضا كمان على حرص على بعثه النادي الاهلي. لكن كل الامور دي اكيد هتبان في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي يوم الجمعه، ممكن نشوف لان اكيد تدريب الوداد هيكون وبعد كده تدريب النادي الاهلي او العكس، ممكن نشوف بقى بعض من جماهير الوداد. لكن باكد لك ان المباراه بدون جماهير، انت عارف طبعا هذا الامر زميلي احمد، لكن مع الحب الكبير لجمهور الوداد لفريق الوداد الامر هيكون يعني ممكن يكونوا خارج بقى المدرج واقفين بره متواجدين في الجوانب او الشوارع الجانبيه لمركب محمد الخامس. لكن ان شاء الله باذن الله الامور كلها تكون ماشيه بشكل طيب. ايضا كمان الجاليه المصريه هنا، يمكن الجاليه المصريه هنا تقدر ب 2000 فرد، في بعض منهم بيكون متواجد بيحاول ان هو يدخل فندق الاقامه، لكن باكد لك في تشديدات كبيره جدا ودي في مصلحه لعيبه النادي الاهلي الحقيقه. يعني القرار مهم جدا من كابتن محمود الخطيب ان يكون في غلق تام للعيبه النادي الاهلي والبعثه بالكامل، خوفا طبعا كمان على اللعيبه وايضا كمان ان يكون في مزيد من التركيز لهذه المباراه. كل الامور دي بنتمناها بقى باذن الله تمشي تدريجيا حتى يوم المباراه، وباذن الله بقى ثقتنا كبيره في اللعيبه بيتسو موسيماني، كل لعيبه النادي الاهلي باذن الله نكون على قدر المسؤوليه كالعاده. تكاتف مهم جدا، وجمهور النادي الاهلي السند والدعم الحقيقي ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، ودعواتك بقى زميلي احمد ودعوات زميلي ساره ان شاء الله باذن الله نرجع مسؤولين من المغرب باذن الله. نطمن برضو الحقيقه على بالتاكيد طبعا انا مدرك تماما انه الجهاز الطبي والجهاز الاداري للنادي الاهلي حاطين في اعتبارهم كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه لتحافظ على الفرقه، بس انا عارف انه الاوضاع فيما يتعلق بالكوفيد 19 او بكورونا يعني في المغرب مش في احسن احوالها، والارقام الى حد ما بتتزايد هناك يوم بعد يوم. خليني اتكلم معاك عن اجراءات تامين الفندق واجراءات تامين الملعب اللي هيشهد مران الفريق النهارده ان شاء الله.
بالتاكيد طبعا يعني الامر هنا صعب شويه، لكن يعني اكيد في تحذيرات كبيره جدا، وكان موجود كمان مع البعثه للدكتور محمد شاوي رئيس اللجنه الطبيه بالنادي الاهلي اللي بياكد في كل مره على الالتزام بالاجراءات الاحتياطيه بشكل كبير جدا. ايضا كمان يمكن النادي الاهلي مصطحب بعض العاملين طبعا هنا للتعقيم ومزيد من التعقيم. طبعا الفندق اكيد بيعقم، والامور دي كلها بتكون في اي فندق في المغرب، لكن حرصا على سلامه اللاعبين، وايضا كمان الحرص الخاص على هذه المباراه في تعقيم بشكل مستمر للغرف للتواجد للمطعم، ايضا كمان ملعب المباراه هيسمعنا ايضا بعض العاملين المتواجدين معانا هنا في بعثه فريق النادي الاهلي للتعقيم بشكل عام. ان شاء الله باذن الله يعني الرحله بقى تعدي على خير باذن الله، ولاعيبه النادي الاهلي تكون سلام، ونرجع كلنا باذن الله بدون اي اصابات وبدون اي امور تعكر صف فريق النادي الاهلي تحديدا. لكن باكد لك زميلي احمد زميلتي ساره، الحمد لله الامور الخاصه بالتعقيم والاجراءات الاحترازيه مشدده بشكل كبير جدا، لعيبه النادي الاهلي ملتزمه بشكل كبير، كان الكابتن محمود الخطيب بنفسه بيشدد على هذا الامر، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يستر باذن الله ان شاء الله. كريم احمد زميلنا من المغرب بنشكرك شكرا جزيلا على التغطيه الوافيه لاول ايام بعثه فريق النادي الاهلي في الدار البيضاء. اهم حاجه ان الدكتور خالد محمود اكد جاهزيه الشناوي وايمن اشرف لمباراه الوداد يا احمد. طبعا اعتقد انه الشناوي وايمن، طبعا احنا عندنا زي ما قلت لحضراتكم يعني في الناحيه الهجوميه وخط النص في حاله اطمئنان كبيره جدا، وفي عندنا سواء كان الاساسي او كان البديل يمكن يكونوا على مستوى واحد وكله تحت او رهن اشاره مستر موسيماني وفكره وطريقه لعبه، لكن مشكلتنا في خط الدفاع. رجوع الشناوي لحراس مرمى الاهلي طمن جماهير النادي الاهلي، وده مش تقليل ابدا من علي لطفي، لكن الشناوي طبعا عامل امان كبير جدا وعامل موسم ومحقق ارقام قياسيه اكتر من رائعه، نتمنى انها تصب في مصلحه الفريق، واعتقد ان شاء الله هيكون ليه دور حاسم ومؤثر في مواجهه الوداد المغربي اللي بيتمتع الحقيقه برضو، خلينا نبقى بنعترف وندي الفريق حقه، بيتمتع بخط هجوم وخط وسط في منتهى القوه. مشكلتنا الحقيقيه في خط الدفاع، وجود ايمن اشرف واطمئناننا عليه وتوضيح الجهاز الطبي انه ايمن جاهز للمباراه يطمننا الى حد كبير، ونتمنى ان هو وياسر يكونوا موفقين في اليوم ده، احنا في اشد احتياج لحاله عاليه جدا من التركيز. انا كنت بكلم حضراتكم انه المواجهات دي دايما بيبقى فيها كفتين، وكل كفه فيها مجموعه عوامل عليها بناء عليها وبناء على مدى تركيز اللاعبين واجادتهم ليها يقدروا يحسموا المواجهات المعيار الثقيل. وسيبكم بقى من حسابات الارض والجمهور، يعني احنا بنتكلم عن الناحيه البدنيه والناحيه الخططيه والناحيه المهاريه والانضباط التكتيكي، والاهم من ده كله حاله الانسجام اللي بتجمع عناصر كل فريق مع بعض، ونتمنى ان شاء الله عندنا مقدمات بتقول الاهلي ماشي في التراك الصحيح، يعني الثلاث مواجهات اللي لعبناهم في الدوري المحلي قبل ما نسافر المغرب مقاولين ام بي بيراميدز بيقولوا ان الاهلي في رسم البياني بتاعه في حاله تصاعد، ويمكن ختم بمباراه بيراميدز اللي قلت لحضراتكم انه رغم طرد السوليه والتعادل اللي ما كانش يعني مرضي قوي بالنسبه لنا، لكن الحقيقه كان في عدد كبير جدا من الايجابيات اللي بعتقد بمناسبه سوبر شناوي زي ما بتقولي احمد، يمكن رجوع الشناوي مطمن جدا جماهير الاهلي، وان كان ان علي لطفي يقعد الفتره دي كلها ما بيلعبش مباريات، ولما ينزل مباريات يبقى بالاداء ده، وده بيثبت قد ايه الولد ده جاهز جدا محترف جدا وجاهز في اي وقت النادي الاهلي هيحتاجه فيه. وطبعا بيدل على قد ايه ميشيل يانكو مدرب حراس المرمى عامل شغل عالي جدا مع حراس المرمى سواء شناوي او علي لطفي او مصطفى شوبير او حتى الحارس الرابع، يعني الحقيقه دي حاجه بتطمن جدا على الدفاع او حراسه المرمى في النادي الاهلي. بالنسبه للدفاع طبعا عندنا غيابات كتير وده يمكن بنتكلم فيه كل يوم، ولكن يمكن زي ما احمد قال احنا اطمننا بشكل كبير في الثلاث مباريات اللي كانوا تحت قياده موسيماني، لما بنتكلم عن امبي او المقاولين او بيراميدز اللي هو يعني فريق من اقوى الفرق هجوميا في الدوري المصري، وانت فعلا بتلعب ان انت مطرود منك لاعب ومطرود منك عمرو السوليه، ولكن شفنا زي ما بنقول ايه لما تحس التركيز زاد والمجهود زاد في الملعب لعيبه الاهلي ده اللي بيميزهم، لو طرد لاعب العشر لعيبه اللي في الملعب بيبقوا 20 لاعب، فالحقيقه انه نبقى ناقصين لاعب في مباراه بيراميدز ونبقى طالعين بالشكل ده دفاعيا، الدفاع كان منظم بشكل كبير وما دخلش في الشباك ولا جون، واصلا الثلاث مباريات اللي تحت قياده موسيماني ما يبقاش فيه ولا جون في مرماك، دي حاجه طبعا طمنت الجمهور بشكل كبير. طبعا نروح ونختم بعيدا يمكن لقطه عن طبعا عن ماتش الاهلي والوداد اللي يعني ما بيتهيأليش لما بنيجي نتكلم كوره النهارده الاهلاويه كلهم ما فيش في دماغهم اي حاجه بتحصل حواليهم في العالم، تتكلم على دربيات تتكلم على لقاءات بمنتخبات من العيار الثقيل، وكلنا شفنا في الايام اللي فاتت طبعا مواجهه البرتغال وفرنسا. الحقيقه يمكن بعد مباراه البرتغال سمعنا واحنا اتكلمنا انا وساره قبل كده على
اصابه رونالدو نجم كريستيانو رونالدو نجم البرتغال بفيروس كورونا. الحقيقه يمكن الخبر ده عقبه كلام على انه رونالدو فرض على نفسه حجر ذاتي في البرتغال. النهارده الحقيقه تطورات الموقف انه قرر مع نفسه كده انه يصحى من النوم ينقل نفسه من البرتغال لتورينو عشان يقضي فتره الحجر او العزل الذاتي في تورينو في مكان اقامته. حضراتكم عارفين طبعا ان تورينو هو معقل اليوفي او السيده العجوز اللي بيلعب ليها كريستيانو رونالدو، فقرر ده فنفذ ده فجاب طياره اسعاف نقلته من البرتغال لايطاليا وتحديدا تورينو عشان يقضي فتره العزل الذاتي هناك. كلام اكتر عن مباراه الاهلي والوداد مع التونسي امين المسلمي المدير الفني السابق لفريق المريخ السوداني بس بعد الفاصل. مرة تانية وطبعا حديثنا مكمل عن مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هتكون إن شاء الله يوم السبت في المغرب في كازابلانكا. حقيقة وأنا بتابع آراء الجماهير دايما على السوشيال ميديا الفترة دي في حالة من التفاؤل، في حالة من التفاؤل ما بين جماهير الأهلي، وده بعد ما بيتسو موسيماني تولى قيادة النادي الأهلي. الراجل تولى القيادة الفنية أو بقى مدير فني للنادي الأهلي في وقت حاسم جدا، مهم جدا، صعب جدا، تحدي كبير إن أنت يبقى الوقت عندك ضيق في زحمة مباريات وداخل على حاجة هي الهدف الأول والأخير للنادي اللي أنت جاي تدربه، وطبعا لكمان جماهير النادي اللي أنت جاي له هو جماهير النادي الأهلي أعظم جمهور في الدنيا طبعا. ففي مهمه كبيره قوي بالنسبه للجماهير. حقيقه في حاله من التفاؤل كبيره جدا. ليه كنا بنتكلم في ده؟ لانه لما كنت بشوف حاله الجماهير المعنويه او الكلام او الكومنتس او كده على السوشيال ميديا او تعليقاتهم وقت قياده فايلر في الفتره الاخيره، وده ما يقللش ابدا من فايلر، والحقيقه فايلر بدا بدايه قويه طبعا مع النادي الاهلي وقدر ان هو يحسم الدوري قبل 7 أسابيع كمان من انتهاء الدوري، ولكن في فرق. يعني اللي ما كانش متفائل قوي بمباراه الذهاب في المغرب بقى دلوقتي في حاله من التفاؤل كبيره، وده مش من فراغ، ده من بعد اللي شفناه مع موسيماني. يمكن كنا دايما بنتكلم هو الراجل ده هيسيب بصماته امتى، هيلحق امتى، هنشوف فكره امتى، بس ان احنا نلاقي من 3 ماتشات بس انه بصمات المدرب الجديد بدات توضح، ده يؤكد قد ايه الاختيار كان موفق جدا من جانب مجلس اداره النادي الاهلي. الراجل ده حافظ الاهلي، الراجل دايما اتكلمنا عن قد ايه هو حابب الاهلي. الحقيقه انا اتفاجئت انه في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم عن كل لاعب بالاسم، يعني عارف كهربا، عارف علي معلول، عارف ايمن اشرف، عارف كلهم، يعني من الصغير للكبير خلاص قدر ان هو يحفظ الاسماء بسرعه. هو اوريدي عارف النادي الاهلي، ودايما بستشهد باللقطه لما كان بيلعب النادي الاهلي او كان ضد النادي الاهلي في مباراه ونزل يصور الجماهير من فرحته بيهم. عشان كده بنقول قد ايه الاختيار كان موفق وقد ايه الجماهير مبسوطه. ده لما الاقي من 3 ماتشات البصمات وضحت وان هو الراجل جايب فكر معين وجايب في تكتيك معين عايز يحفظه اللعيبه، ونلاقي من ماتش للتاني للتالت في فرق. دلوقتي النادي الاهلي الاحصائيات بتقول قد ايه بيطلع على الجون اكتر بكتير من الاول، بيطلع على حراسه بيطلع يعني بيخلق فرص واهداف فرص وهجمات اكتر بكتير من قبل كده، وده طبعا بيطمن جدا من الناحيه الهجوميه. زي ما قلنا عندنا مشاكل كتير وغيابات كتير في الدفاع، ومع ذلك لا احنا شايفين انه في مباراه بيراميدز قد ايه الدفاع كان منظم واتطرد مننا اللعيب وعملنا شوط تاني اكتر من رائع. يمكن كمان من الاشاده بموسيماني قد ايه بيعرف يتعامل نفسيا مع اللعيبه. يعني مثلا قفشه كان ضيع ضربه جزاء في الشوط الاول او نهايه الشوط الاول من مباراه بيراميدز، ولكن كان عامل ماتش هايل في الشوط الثاني، كان من نجوم المباراه، وده لانه قدر ان هو يتعامل معاه نفسيا. يمكن موسيماني بيقول انا لما شفته محبط رحت اتكلمت معاه قلت له مارادونا بيضيع، ميسي بيضيع، ايه المشكله ان انت تضيع ضربه جزاء؟ وانا ما كنتش عايزه اشوفه محبط، وكان نفسي ان هو يسجل في الشوط الثاني، ولكن
يعني ما حصلش، ولكن كان نفسي يسجل علشان هو نفسه يحس ان هو افضل من نفسه. كان بيتكلم على قد ايه هو مهتم جدا الناشئين، قال لك هم هيتعلموا كده، ارميهم في البحر مع السمك مع القروش وهم هيتعلموا كده، سواء كان العربي بدر او شادي رضوان او لو هيتم دفع بالناشئين بعد كده او هيعتمد عليهم بعد كده. الحقيقه فكر الراجل ده قد ايه منظم، وقد ايه لما بيقعد مع مسؤولين من ناشئي النادي الاهلي علشان يوحد خطة اللعب ما بين الفريق الأول ما بين الناشئين، عشان لو في أي وقت احتاج حد من الناشئين إن هو يكون موجود مع الفريق الأول. حاجات كتير، عوامل كتير بتورينا قد إيه الراجل ده في وقت قليل قدر يثبت نفسه. الاختبار الأهم والاختبار الأكبر هو مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا، ولكن بيبقى فيه ملامح، بيبقى فيه مقدمات تخلينا نطمن أو ما نطمنش. واللي أنا شايفة لحد دلوقتي واللي ناس كتير قوي شايفينه وجماهير النادي الأهلي كله متفائل، إحنا لما فايلر مشي في وقت صعب، مشي في وقت إحنا داخلين على أفريقيا ومش باقي وقت كتير، في غيابات كتير، ولكن الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي يعني أكد قد إيه وثبت قد إيه هو كان عارف يتعامل كويس جدا مع الموقف. كان قدامه كذا سي في لكذا مدرب من بدري، والاختيار اللي حصل لحد دلوقتي كل الثوابت والشروط بتقول هو الأنسب، وإنه قد إيه فعلا مجلس الإدارة كان قوي جدا او كان صائب جدا في اختياره لبيتسو موسيماني. يمكن مفيش تشابه قوي بين لما جه بيتسو موسيماني وفايلر او حتى مستر جوزيه لتدريب الاهلي. يمكن جوزيه اول ما جه كانت الناس كتير قوي بتقول قد ايه لا مين ده وما عندوش سي في كبير والدنيا مش مشكله، يعني في مشاكل انه قد ايه ما فيش سي في كبير وما عندوش سي في في افريقيا. ومع ذلك دلوقتي احنا لو نتكلم على جوزيه مع الاهلي تاريخ كبير قوي. فايلر لما جه برده كان الكلام مين ده اللي هيدرب النادي الاهلي، مين اللي ما عندوش سي في في افريقيا ده. ومع ذلك برده فايلر يعني ثبت الى حد ما احقيته بتدريب النادي الاهلي في فتره ما. لكن موسيماني من بدايتها كده انا ما شفتش اي انتقادات الحقيقه لاختيار موسيماني، وبعد اول ثلاث مباريات ليه مع النادي الاهلي طبعا يعني ثبت قد ايه هو احق بقياده النادي الاهلي في الفتره دي ويكون مدير فني للنادي الاهلي. احنا هنتكلم اكتر عن مباراه الاهلي والوداد، لكن معايا التونسي امين المسلمي المدير الفني السابق لفريق المريخ السوداني من اسكتلندا. برحب بيك في برنامج السادسه. اهلا وسهلا، السلام عليكم، بحيي من خلاله كذلك جماهير ومتابعين قناه الاهلي، واحييكم استاذه ساره و وحني وكابتن هاني وضيوفك، وان شاء الله يعني نقدم الاضافه في هذا التحليل الفني. خليني فعلا اسالك يعني في البدايه كده، ازاي شايف فنيا المواجهه المرتقبه بين الاهلي وبين الوداد في نص نهائي دوري ابطال افريقيا مباراه الذهاب؟ صراحه جميع الاحصائيات والارقام متشابهه، حتى على مستوى النتائج والمواجهات السابقة لدينا أنه هناك تفوق الأهلي على مستوى التتويج، لكن مستوى النتائج هناك تشابه، فاز الأهلي مرتين وفاز الوداد مرتين وهناك أربع تعادلات، كذلك الحظوظ متساوية، حتى الخمسة جولات على المستوى المحلي سواء من ناحية الأهلي أو الوداد متشابهة في عدد يعني تقريبا في عدد الأهداف أو على مستوى قوة خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم. أنا أرى أن المباراة سوف تكون يعني تكتيكية، سوف يلعب دور المدربين، للعلم أنه أحسن ممكن استقدام أو أحسن خطوة قام بها الأهلي مؤخرا وهو يعني انتداب المدرب العريق موسيماني، وكذلك من طرف الوداد يوجد غاموندي الذي استلم الفريق مؤخرا، كذلك كانت له تجربة في جنوب أفريقيا. أنا أعتقد أن كلا المدربين يعرفان بعضهم البعض، لكن تبقى المباراة مباراة الذهاب مباراة يعني تعتمد بالأحرى على النتيجة. طيب لأنه إيه أبرز نقاط القوة في فريق الوداد المغربي وبرضه نقاط الضعف اللي ممكن الأهلي يستغلها عشان يطلع بنتيجة إيجابية من المباراة؟ أكيد لكل فريق هناك نقاط ضعف. أنا أرى أنه نقاط الضعف لدى الوداد
هو الارهاق البدني في اخر الدقائق في المباراه، هناك نوعا ما استرخاء يقدر ان يستغل الاهلي في ثقافته الهجوميه والهجمات المرتده، كذلك استغلال الكرات الثابته. انا اعتقد ان الاواخر يعني اواخر المباراه سوف نشاهد نوعا ما استرخاء، لانه الحضور البدني للوداد في المباريات الفارطه لم يكن يعني في التوب او حتى نقول يعني في المستوى الجيد. هذه نقطه. هل في مشاكل في خط الدفاع لفريق الوداد؟ أكيد الأهلي المصري له أجنحة قوية وكذلك أظهرة قوية. أنا أعتقد أنه خط الدفاع على الجهة اليسرى سوف يكون يعني ممكن ثغرة للطغول منها أو لتسجيل فرص سامحة للتسجيل، وكذلك على مستوى المهم تمركز لاعبين الأهلي سوف يصنع الفارق في الكرات الثابتة. طيب يعني باعتبارك مدرب، ايه مثلا الخطه اللي تقترح على بيتسو موسيماني مدرب النادي الاهلي او المدير الفني ان هو يلعب بيها مباراه زي مباراه الوداد؟ موسيماني الطريقه التي لعب بها المباراه الفارطه امام بيراميدز وهو يعتمدها اغلب الاحيان هي 4-3-2-1، يعتمد ثلاثه مهاجمين. انا اعتقد الرسم التكتيكي هذايا قادر انه يسيطر على امتلاك الكره ومن خلاله يعني خلق الفرص 4-3-2-1، وهي الرسم التكتيكي الذي يعني ممكن يجد من خلاله حلول امام 4-3-3 لنادي الوداد المغربي. اعتقد انه هو ذا الرسم الجيد حتى يستطيع من خلاله استغلال القدرات الفنيه للاعبين واستغلال قوه المهاجمين في الاهلي وخلق اكثر ممكن يعني من الفرص، ويجب كذلك تسجيلها لانه الفرص اللي شاهدناها في مباراه بيراميدز يعني ضاع اغلبها، لذلك يجب التشييم ويجب استغلاله كما يجب. طيب شايف برضو ايه نقاط القوه عند فريق النادي الاهلي؟ النادي الاهلي رغم خروج رمضان صبحي الذي يعني صراحه لاعب متميز، كذلك هناك اللاعب الظهير الايمن للوداد محمد النهيري، يعني ذكرنا في الاول انه هناك تشابه. قوه الاهلي قوتها انه الاهلي بياخذ بزمام الامور ويدخل في المباراه سريعا، الاهلي له ثقافه هجوميه، الضغط على المنافس، عمليه السرعه في افتكاك الكره، التواجد بقوه في الشطر الثاني للفريق المنافس، هناك تنويع للعب. الأهلي يعني في غضون دقائق يقدر يعني يسيطر على المباراة ويقلب الطاولة. أرى كذلك أنه من نقاط قوة الأهلي الكرات الثابتة والعرضيات وكذلك الكرات الطويلة. طيب عايز أعرف رأيك في المدرب الأرجنتيني الحالي للوداد وطريقة لعب الوداد حاليا تحت قيادته طبعا بعد رحيل الإسباني إخوان كارلوس جاريدو. يعني خلينا نكون صريحين لانه المركز او الموقع الذي يتواجد فيه كان مجهز له من قبل، وكان المدير الرياضي او مسؤول على الفريق الاول في نادي الوداد، وكانت هناك ترتيبات وتجهيزات. يعني لو حتى نشوفه في الجولات الفارطه قبل توليه القياده كان له تدخل يعني غير مباشر، لكن انا اعتقد انه مدرب له صولات وجولات في افريقيا وله من التجربه كثير في افريقيا وعنده الخبره الكافيه حتى يعني يدير هذه المباراه من ناحيه تكتيكيه. طيب انا سريعا اعتقد انه هناك تشابه. سريعا كابتن امين، مين ترشح لنهائي يوصل لنهائي البطوله الافريقيه ومين ترشح لنيل اللقب؟ مين ترشحه من الفرق الاربعه الموجوده الاهلي والوداد والرجاء والزمالك؟ نتكلم بدون عاطفة ونتكلم فنيا، أكيد نادي الأهلي نادي القرن ونادي عظيم وجماهيره يعني نادات بأعلى صوتها التاسعة يا أهلي. أنا أعتقد أنه اللقب غائب من 2013، الأهلي عازم حاضر بدنيا وفنيا وكذلك إضافة المدرب من ناحية تكتيكية. أنا أعتقد الأهلي سوف يتواجد بقوة، لكن دون نسيان أن هناك نصف نهائي ثاني الزمالك والرجاء. أنا أرجح أنه النهائي سوف يكون بين الأهلي والرجاء، والرجاء فريق لا يستهان به والفريق الأكثر استقرار على الفني على الإطار الفني وعلى النتائج. أعتقد أنه الأهلي المسلمي المدير الفني السابق لفريق المريخ السوداني، شكرا جدا على معلومات كتير الحقيقه. وهو ده كان توقعاته يعني النهائي ما بين الاهلي والرجاء. نتمنى طبعا النادي الاهلي هو اللي يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. هنروح لفاصل نرجع نكمل حلقتنا.
كلامنا عن المواجهة الحاسمة، المواجهة المرتقبة بين الأهلي والوداد ما زال مستمر. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم عوامل كتير جدا بتحسم المواجهات اللي من العيار التقيل، وظروف كتير جدا متشابهة بين النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وأيضا نادي الوداد، باستثناء قدرة الأهلي على حسم البطولة المحلية والفوز بالدوري العام، وده اللي ما اتحققش للوداد. ناس بتشوف إنه ده ممكن يكون حافز أكبر للوداد على تحقيق حلم الفوز بالبطولة الأفريقية، وده اللي ما نتمناهوش طبعا، وناس كتير بتقول إن ده ممكن يأثر سلبا على الروح المعنوية، ودي الفرصة اللي يجب على النادي الأهلي استغلالها، خصوصا إنه الأهلي بيلعب بأفضلية وأريحية إنه مباراة الذهاب في المغرب، وبالتالي تحقيق نتيجة إيجابية هناك تسهل بشكل كبير جدا من مهمة المارد الأحمر في مباراة العودة في القاهرة. إيه الخطة وإيه التشكيل وإيه مواطن القوة ومواطن الضعف وإيه هي الكروت والأوراق اللي لابد من استغلالها؟ الفرصة دي هتكون مع واحد من نجوم النادي الأهلي، كابتن هاني العجيزي، ضيفنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الخير يا زحمة، ازي حضرتك؟ ازيك انت كأهلاوي طبعا، يعني كلنا على نار الحقيقة، مستنيين طبعا المواجهة يوم السبت ان شاء الله بين الأهلي والوداد. خليني ابتدي مع الجهاز الفني ومع موسي ماني. ناس كتير جدا في الفترة الأخيرة لتجربة فايلر اللي ناجحة على مستوى الأرقام والإنجازات، راجل حقيقة حقق دوري، حقق سوبر، قدر يوصل لقبل نهائي أفريقيا، لكن ما كانتش مطمنة قوي من مستوى الفرقة وإحنا رايحين لمواجهة الوداد في المغرب. اتحولت المشاعر دي لحالة من الارتياح وحالة من التفاؤل مع تولي موسي ماني المسؤولية، خصوصا مع العروض اللي قدمها في ثلاث مباريات تعتبر من حيث القوة مباريات قوية، في مع المقاولين وامبي وبيراميدز. هل بتتفق مع نفس الرؤيه ولا ليك وجهه نظر مختلفه؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، لان مستر فايلر طبعا لما كان موجود قبل كورونا كان شيء وكلنا متفقين على الموضوع ده، وبعد كورونا شيء تاني خالص. اكيد طبعا، اكيد الراجل يعني اللي احنا عارفينه واللي احنا سمعناه كله ان الراجل اكيد في ناس قعدت معاه وفي ناس كلمته، لان الشكل كليا اتغير، شكل الفرقه اتغير تماما ما بين خططيا ما بين تكتيكيا ما بين حتى كعناصر في الملعب، بقينا نشوف حاجات غريبه كانت بتحصل. وده يعني احنا مش عايزين برضو نتكلم على الراجل فايلر وحش، لان الراجل ده مثل النادي الاهلي، وراجل كان موجود في النادي الاهلي وحقق بطوله وعمل شكل كبير للنادي الاهلي. انا مش بقارن بين المديرين الفنيين، انا مش بقارن بقدر ما انا بقارن بين مستوى اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره مع فايلر ومستوى اداء النادي الاهلي. ده مقياس ياخدنا ترمومتر كده نقيس بيه او نحاول نقرا بيه هنلعب ازاي في ماتش الوداد. انا بتكلم بس على فايلر قبل كورونا وبعد كورونا، لسه ما دخلتش في مستر موسيماني. بالظبط. فالراجل فعلا كان في تغيير كلي وتغيير يعني شامل في كل حاجه، ان الراجل بعد قبل الكورونا كان ماشي بسيستم معين، كان ماشي بطريقه معينه ماشي بيها اللي هي 4-2-3-1، وكل واحد كان بيلعب في مكانه. يعني قفشة كنا بنشوفه دايما في رقم 10، عبد الله الشحات كان موجود في مكانه، كهربا كان موجود في مكانه. بعد الكورونا جينا لقينا في تغيير في عناصر وفي تشكيل وفي خطط طريقه لعب في كل حاجه في كل حاجه. فهو نفس الراجل، عايزين نعرف بس ايه التغيير اللي حصل. احنا اكتر تغيير حسيناه كجماهير يا كابتن هاني هو الروح ما كانتش موجوده يعني فعلا. يعني كنا حاسين، ورغم ان على فكره يعني الفتره حاجه بتتكلم عليها دي كان الاهلي بيكسب تقريبا كل الماتشات، وحسبنا الدوري بفارق كبير جدا عن اقرب منافس لينا، وقبل ما ماتشاتنا تخلص بعتقد بسبع ماتشات. لكن انا بتكلم على الاداء، اللعيبه اداء الفرقه بشكل عام، رغم تحقيق الفوز والثلاث نقط في كل ماتش، لكن كنت بتحس انه الاداء ما فيهوش طعم، اللعيبه بتادي ما فيش روح، وده اللي كان مقلق بالنسبه لنا واحنا رايحين لقبل نهائي افريقيا. اكيد طبعا، اكيد. وانا طبعا عايز احيي مجلس اداره على الخطوه اللي خدها، ان هي تغيير مستر فايرر بمستر موسيماني. الراجل جه فعلا عمل طفره في وقت زمني قصير جدا. مفيش مدرب في العالم بيجي بيبان شكله او بيبان شغله في خلال ثلاث ماتشات. يعني الراجل برده مش عايزين نحكم عليه بسرعه، لان الراجل داخل على مرحله يعني مرحله صعبه جدا. الراجل جاي على فرقه بتلعب نصف نهائي بطولة افريقيا، دي حاجه مش قليله جدا. واختيار الراجل موسيماني في التوقيت ده احسن قرار مجلس اداره خده. يعني اكيد مجلس اداره كان ليه فكر ان هو يجيب راجل زي ده، وراجل بقاله 8 سنين في سان داونز وبياخد بطولات، وراجل يعني عمل حاله في سان داونز والناس كلها بتعشقه هناك، يعني لدرجه ان الراجل ويبدو ان هو بيعشق الاهلي. ده حقيقه فعلا، ده حقيقه. باين عليه فعلا ان هو كان فرحان جدا، وباين عليه في تصريحاته كلها ان هو الراجل ده يعني تحس ان هو بقاله كتير معانا. يعني ما بقالوش مثلا اسبوع او 10 ايام،
ففعلا الراجل تحس ان هو يعني راجل مصري، راجل يعني من يعني زي مستر مانو جوزيه كده لما كان موجود ما كنتش تحس ان هو راجل برتغالي، لا من كتر ما هو اتعامل مع اللاعب المصري وقدر ان هو دخل في دماغ دخل في دماغ اللاعب المصري، ففعلا تحس ان هو خلاص واحد من المصريين. مستر موسيماني عنده هي الحته دي كويسه جدا. طبعا مش عايز اتكلم في فنيات، هنتكلم في فنيات بعدين، لكن هو عنده الحته دي كويسه قوي ان هو حتى لو جيت تبص يا استاذ احمد حته صالح جمعه الراجل كان بعيد جدا، بدا يتكلم معاه وبدا يعمل قعد معاه وبدا يقول له انت لعيب مهم معايا في الفرقه. وصالح من لوعيه اللعيبه اللي هو فعلا محتاج التعامل النفسي اكتر من الـ من الـ من الفني، ان انت تقعد تتكلم معاه لازم تحسسه بقيمته، لازم تحسسه انت لعيب كويس، بس لازم برده صالح يعني يقعد مع نفسه برده، لان الفرصه مش هتجيلك كتير. الناس يعني انت عندك ميزه كبيره جدا ان جمهور النادي الاهلي كله بيحبك، وتقريبا جمهور مصر كله بيحبك لان عارف ان انت لعيب كويس وعندك امكانيات كبيره جدا، والناس مستخسره ان انت ما بتلعبش. يعني انت بقالك 5 سنين في النادي الاهلي تقريبا، يعني مش عايز اقول ما حققش حاجه، لكن ما حققش حاجه لنفسه، هو ما حققش حاجه، ما عملش اسم كبير في النادي الاهلي يقارن مثلا بالناس الكبيره اللي كانت موجوده في الاسامي اللي كانت موجوده في النادي الاهلي. لكن مستر موسيماني بصراحه ده بتتكلم على صالح اللي بعيد عن الملعب، لكن عايز اقول لك انه جماهير النادي الاهلي شافت اللعيبه، يعني بعض اللاعبين اللي كان بالنسبه للجمهور يعني في علامات استفهام كتير في فتره، او تحس ان هو مش في افضل حالاته، شافت نفس اللعيبه مع موسيماني في قماشه ثانيه خالص. فعلا. يعني انت جيرالدو نزل، انت عارف انه جيرالدو كان مستر فايلر مصمم عليه، وكان دايما سؤال بيساله الجمهور هو في يعني ليه جيرالدو، يعني كل فرصه بياخدها ما بيقدمش جديد، ورغم كده الراجل نزل مع موسيماني لانه قماشه ثانيه خالص. حتى اتكلمت فيها انا في مسيره تحليلي، قلت يعني تغيير المدرب ده ممكن يبقى في صالح لاعب، وممكن يجي مروان برده مع موسيماني حاجه ثانيه. محمد هاني بقاله ما شاء الله 3 ماتشات بتوع اللي لعبهم، يعني اول ماتشين لعبهم الاخرانيين حاجه ما شاء الله، يعني نقول جه بقاله كتير كان بعيد وجه هاني مره ديانج نفس الكلام، ديانج الماتش اللي طبعًا. فات يعني اخر ماتش حاجه ما شاء الله عليه. فده اللي انا بتكلم فيه، ان الراجل قدر يتعامل نفسيا مع اللعيبه كويس جدا، ودي حاجه مهمه جدا للاعب المصري. اللاعب المصري محتاج ان انت تتعامل معاه نفسيا يعني بشكل كبير جدا. فالراجل يعني انا شايف ان هو يعني لحد الان ماشي بخطه ثابته جدا. انا يعني انا قلت حتى في الاستوديو التحليلي قبل كده، قلت الراجل عنده فرصه ذهبيه جدا، يعني ان هو لو خد البطولة دي هيبقى ليه شأن كبير جدا في افريقيا، مش في افريقيا بس، لا في العالم كمان، لان الراجل يعني داخل على مرحلة، انت زي ما قلت داخل على نص نهائي افريقيا، لسه عندك بطولة كاس، يعني لو خدت البطولتين دول في خلال فترة زمنية بسيطة دي، فدي حاجة كبيرة جدا، والبطولة غايبة عن النادي الاهلي تقريبا اكتر من 5 سنين. لو دخلت جعاء لموسيماني دلوقتي يا كابتن هاني، ايه اكتر حاجة شاغلة باله؟ يعني الراجل بيفكر في ايه؟ يفكر انه يشتغل على الاوراق الرابحة اللي معاه، ولا على انه يسد نقط الضعف اللي ممكن تكون موجوده نتيجه الغيابات، ولا يشتغل على الطريقه والخطه؟ يعني ايه اكتر حاجه شغله عقل وفكر مستر موسيماني دلوقتي؟ بص حاجات كتير جدا، الله الراجل الله يكون في عونه بصراحه، بيلعب فرقه تقيله جدا، فرقه ليها تاريخ كبير جدا في دوري ابطال افريقيا، فرقه محترمه وعلى ملعبها، فرقه يعني مش سهله، لا فرقه كبيره، والراجل اكيد يعني بيفكر كتير جدا في المباراه دي. اول حاجه بيفكر فيها ازاي نطلع من المباراه بدون خسائر، يعني مش بدون خسائر، لا يعني انت اقل الخسائر، ان انت مثلا يعني اخرك تعادل، لو تعادلت دي بحاجه كويسه جدا. الحاجه الثانيه ان انت في نفس الوقت عندك اصابات كتير جدا وعندك غيابات كتير جدا، فازاي برده دي برده بتبقى صداع في راس المدير الفني، ان انت ازاي تحط الناس المناسبه في الاماكن اللي هي عندك مشاكل فيها، فدي حاجه مهمه جدا. عندك الحاجه الثالثه يعني ان انت برده بتلعب فرقه يعني كلنا عارفينها وكل حاجه، لكن برضو الكورونا وعندهم برضو غيابات، فانت برضو التشكيل بتاعهم زي يعني انت ممكن تكون يعني الناس عارفه تشكيل النادي الاهلي والناس بتتكلم عن انت على الأهلي. على التشكيل الاخراني اللي لعب ماتش بيراميدز، رجع لك معلول ورجع لك جيرالدو ورجع لك ايمن اشرف ورجع لك الشناوي، تمام، وبيتهيالي الاربعه يمثلوا أكيد يعني طبعاً. أكيد. اضافه قويه جدا لفرقه النادي الاهلي. اكيد طبعا اكيد، وبرده في غيابات هناك، احنا برده احنا على فكره الموضوع بيننا وبينهم متساوي 50-50، لان في غيابات برده عندهم هناك في خط الظهر كتير جدا، وعندهم كومارا اعتقد كومارا ده من اللعيبه المميزه جدا، يعني حقيقي. الراجل بيعتمد عليه اعتماد ممكن كل يلعب ماتش العوده، يعني ممكن يلعب ماتش انا سامع ان هو يعني سامع ان هو في النهارده تصريح ان هو بيقول ان هو جاهز، لكن الراجل المدير الفني
بس برضه على فكره حاجات بطوله افريقيا دي بالذات ما تاخدش بالتصريحات ما تاخدش بالتصريحات الا لا لما بس ده غايب بقاله 10 ماتشات يعني صعب قوي انه يبقى جاهز لماتش متهيألي يعني انت لو عندك لعيب مهم ممكن يلعب ممكن طبعا ممكن يعني لعيب مهم زي ده اعتقد وجوده في الملعب حتى مش فني انت برضو بتعتمد في افريقيا بتعتمد على الخبرات الناس لازم تاخد بالها من الحته دي ان افريقيا يا جماعه غير الدوري افريقيا بيبقى انت نفسك تبقى عندك لعيب خبره يبقى موجود بس في الملعب يعني انا اعتقد ان احمد فتحي وجوده في ماتش الوداد ان شاء الله اللي جاي ووليد سليمان الناس اللي هي القامه الكبيره دي والناس الخبره دي لعبت افريقيا كتير بالزبط. عندها بالزبط. الناس دي لازم الناس دي تبقى موجوده لازم مش بتكلم في التشكيل لا بتكلم ان هي تبقى موجوده يعني طيب تدي روح عايزك تكلمني اكتر عن مواطن قوه الوداد وازاي احنا نلعب عليها او ازاي مستر موسيماني يبني خطته وايه هي مصادر الخطوره في فرقه الوداد بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا معاك كابتن هاني اهلا بحضراتكم مره ثانيه زي ما قال لي كابتن هاني واحنا في الفاصل الفرقتين خايفين من بعض والفرقتين عاملين حساب بعض والحقيقه يمكن يكون في كل فريق مصادر قوه هيحاول يستغلها افضل استغلال وفي كل فريق مواطن ضعف هيحاول خصمه انه يستغلها برضه افضل استغلال هنحاول نقرا مع حضراتكم ومع ضيفنا طبعا كابتن هاني العجيزي مصادر القوه ونقاط الضعف في فرقه الوداد اللي يمكن تكون بعيده قدمنا لحضراتكم في السادسه بروفايل لاكثر من لعيب بيتميزوا الحقيقه بشكل كبير من الناحيه الفنيه والبدنيه والمهاريه في الوداد منهم وليد كارتي منهم اسماعيل حداد منهم كازادي كاسونجو الحقيقه يمكن من ناحيه الهجوم فرقه ثقيله الحقيقه الوداد يمكن نقاط الضعف اكتر يمكن في خط الدفاع خلينا نشوف قرايه كابتن هاني لفريق الوداد ايه هي اهم مواطن القوه في الفريق من وجهه نظرك اللعيبه اللي لازم تتحيد او لازم تتراقب او لازم نطلعها بره الماتش عشان نقدر نحجم فرقه الوداد او القوه الهجوميه لفرقه الوداد كابتن هاني وايه هي نقاط الضعف كمان اللي لابد ان الاهلي يستغلها او يلعب عليها في مباراه الذهاب هم عندهم الحته الخط الامامي يا استاذ احمد يعني مميزين جدا فيها تمام وعندهم الاطوال برضو عندهم الاطوال عندهم اطوال كويسه جدا يعتمد عليها دايما في الكرات الثابته يعني انا بيلعبوا كره على الارض اكتر ولا بيلعبوا كره بيلعبوا لا الكور الثابته غير طريقه اللعب طريقه اللعب انت بتلعب مثلا خطه بتلعب على الارض طريقه لعبك على الارض ان انت بتستحوذ زي نفس برده نفس النادي الاهلي نفس الطريقه نفس الاسلوب طيب قلت لي ان ميغيل جاموندي مدير الفني قريب شويه طريقته او اسلوبه هو ارجنتيني انا ارجنتيني فطبعا انت عارف الارجنتين والبرازيليين بيحبوا ان هم يلعبوا الكره على الارض بالظبط فهي دي مميزين فيها فالراجل لما اتفرجت على كذا ماتش اليوم فعلا كل طريقه لعبه على الارض بيعتمد على الكرات الثابته في الفاولات فقط او في الكران الحاجات اللي هي الثوابت دي بتبقى عندهم ميزه كبيره جدا كان عندهم الماتش اللي قبل اللي فات اللي هو قبل الماتش اللي هو بتاع نهايه الدوري لا اللي هو قبل نهايه الدوري مش فاكر كان مع مين كسب الماتش 2-0 بفاولين تمام يعني كرات ثابته حاجات ثابته بالنسبه لهم هو انت عارف شمال افريقيا دايما مميزين بالحاجات دي طبعا. يعني انا حتى كان عندنا مشكله مع النادي الاهلي في البطولات الاخيره كانت نفس برده الطريقه الفاولات والكلام ده فهم دايما بيعتمدوا على الحاجات دي عندهم طبعا الكارتي عندهم كارت لعيب كويس جدا لعيب خامه طيبه جدا بيعتمد عليه اعتماد كلي برده في الخط الامامي انا عايز بس اقول حاجه كابتن استاذ احمد ان النادي الوداد ما خسرش في خلال 26 مباراه في بطوله افريقيا على ملعبه يعني تعادل فاز في 22 وتعادل 4 مباريات فده مؤشر يعني يخوف بصراحه يعني برضو لازم نديهم حقهم ان هم فرقه محترمه جدا وفرقه لازم يتعمل لها الف حساب طبعا برضو هم نفس الكلام بيعملوا حساب للنادي الاهلي النادي الاهلي برضو واخد 8 بطولات افريقيا النادي الاهلي طبعا يعني مش يعني الناس كلها عارفه مين النادي الاهلي حتى التصريحات بتاعه المدير الفني او اي حد موجود في هناك في المغرب بيتكلم عن النادي الاهلي نادي كبير وجود اسم النادي الاهلي في اي مكان ده لوحده بيخوف اي حد فاعتقد ان المباراه هتبقى سجال ما بيننا وبينهم واعتقد ان هي هتبقى مباراه حلوه الميزه اللي عندنا الثابته والكرات العاليه مواطن قوه بالزبط. بالنسبه له بالظبط وليد الكارت في لعيبه ثانيه من وجهه نظرك في كاسونجو وفي كامارا برده لو هو هيلعب لان برده كامارا ده كان بيعتمد عليه برده بشكل كبير ويعني في كام لاعب برده موجودين هناك
لعيبه تقيله يعني، السرعات عندهم ايه يا كابتن؟ عندهم سرعات طبعا، عندهم ناحيه اليمين وناحيه الشمال عندهم سرعات جدا. لازم محمد هاني وعلي معلول ان شاء الله اي حد يبدا، مش عايز اقول اسماء طبعا، اي حد يبقى موجود. اتمنى ان هو يعني محمد هاني بدا فورمه تزيد الفتره اللي فاتت اخر ماتش يعني حاجه بصراحه حاجه. بس محمد هاني بطوله افريقيا غير الدوري. انت برضو بتلعب وبتلعب يعني ماتشين، مش بتلعب ماتش سيزون كامل، ان انت عندك وقت ان انت ممكن تبقى وحش ماتش او لا، انت لازم ماتش لازم تركيزك كامل. انا هتكلم معاك على التركيز والاستعداد، يعني انتوا كنتوا بتحضروا ازاي لماتشات افريقيا على مستوى اللعيبه نفسها؟ لانه انا عارف انه فكره انك انت تحقق بطوله دوري حلم لكل لعيب، لكن انك تحقق دوري ابطال افريقيا ده بالنسبه جدا. لك يعني حلم كبير جدا طبعا. بس خليني احسن برضو او اقفل فرقه الوداد بدنيا، يعني واحده من اكتر حاجات بتميز النادي الاهلي على مدار تاريخه كله الناحيه البدنيه واللياقه، وانك تقدر تدي 90 دقيقه، ويمكن اللي يدلل على ده قدرتك على احراز دايما الاهداف حتى في الوقت الضايع من الشوط الثاني. بدنيا شايف فرقه الوداد ند للنادي الاهلي في نفس المستوى او اقل؟ لا يعني نفس المميزات اللي عنده هي عندك يعني، برضو انت برضو بتمتاز عندك برضو. انا شايف انه الكفتين بالظبط بالظبط، ما دي بقى هي دي المشكله، دي اللي مصعبه المباراه. ما حدش عارف مين، يعني انت لو جيت تسال اي حد في الشارع هيقول لك مش عارف النادي الاهلي. بس في ماتشات ما بيبقاش ليها حسابات يا كابتن. طبعا طبعا، يعني بالتاكيد انت لعبت ماتش او كنت رايح ماتش شايفه صعب جدا، لقيت نفسك بتعمل نتيجه ايجابيه جدا، والعكس الصحيح تبقى داخل ماتش وانت مرتاح وحاسس انه شبه محسوم، تلاقي جداً. الموقف متصعب عليك. حصلت بالتاكيد معاك، حصل كتير جدا. بتختلف في حاله اللعيبه زحمه في الماتش، يعني حاله اللعيبه بتبقى عامله ازاي في الماتش، تجهيزاتك للماتش بتبقى عامله ازاي، تفكيرك بيبقى وصلت لحد فين انت. برضو يعني احنا نفتكر ان مثلا مانو جوزيه في تقريبا في بطوله افريقيا في سنه من السنين، الراجل جاب لنا دكتور نفسي، دكتور نفساني، ان هو قاعد معانا وبيتكلم معانا، لان كان في لعيبه صغيره كانت لسه جايه النادي، والراجل كان شايف في عينينا او في عين الفرقه ان في خوف وفي رهبه، وكمان كان ايامنا كان في مدرج بيبقى مليان بيتقفل طبعا طبعا. فالموضوع الراجل لما حس كده ضغط نفسي كبير على جاب لنا دكتور على طول، يعني في اتكلم الاداره قال لهم انا محتاج دكتور نفساني، وقعد معانا واتكلم معانا وعمل ورقه كده، قال لك يا جماعه، قعد يجيب لك، والله العظيم من عمري ما انسى اليوم ده، كتب اسئله، انت لو مثلا شايف قدامك 60,000 متفرج هتبقى حاسس بايه؟ اول كوره لما تجي لك هتعمل بها ايه؟ مش عارف لو غلطت غلطه، الحاجات دي مهمه جدا للعيب المصري، مش للعيب المصري بس، اكيد لو جيت تتفرج والله مش بس اللعيبه يا كابتن هاني، حتى الناس اللي ما بتمارسش رياضه والناس اللي حقيقي فكره انك انت تشتغل على نفسك طبعًا ده شيء مهم جدا، زي انت بتشتغل فتنس وبتشتغل رياضه وبتهتم بجسمك، مهم جدا تهتم بنفسيتك وتحاول تطور، وازاي تتعامل مع المواقف الصعبه، وازاي تطور ده على فكره مش بالضروره انك تبقى عيان او عندك مشكله عشان تتعامل مع طبيب نفسي. غلط بالظبط قدرة على ايجاد الحافز أكيد. وانك انت تحط الهدف ويبقى عندك اصرار على تحقيقه أكيد. ومعظم على فكره الفرق الرياضيه الكبيره طبعًا. جدا لازم يفيد عندها حد اخصائي بيشتغل على الجزئيه قبل دي. قبل كل بطوله معينه او قبل كل فتره معينه لازم الدكتور النفساني ده بيقعد معاهم. فانت يعني الفتره دي انا شايف برضو ان مستر موسيماني يعني عمل النهارده حاجه ما كانتش موجوده بقالها فتره، ان هو النهارده بالنسبه للاعلام مفيش عمل حظر اعلامي النهارده، مفيش اي حد يتكلم باي تصريح ودي وحته السوشيال ميديا كمان، قالك محدش اي حد يدخل من اللعيبه على السوشيال ميديا يكتب اي حاجه ممنوع، وده يعني ده يدل ان الراجل فعلا فاهم اللعيب المصري بيفكر في ايه. تمام. يعني حتى لو جيت تبص فايرال قوي بالظبط كده قرينك كويس فدي حاجه ميزه كبيره جدا بصراحه، يعني دي برده حاجه من يعني من سبب الاختيارات الاختيار موسيماني، الحاجات دي اكيد يعني النادي الاهلي برده لما جه اختار الراجل مش اختار عشوائي يعني اكيد يعني، فالحته دي مهمه جدا باللاعب المصري في الوقت ده، لان انت عارف قد ايه اللاعب المصري دلوقتي بيركز على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بتاثر ازاي بالسلب على اللاعب في المباريات، وده بيبان مع كذا لعيب مش في النادي الاهلي بس، في الانديه كلها، لان انا لسه مبطل قريب فعارف الموضوع ده ليه تاثيره ازاي بالسلب على اللاعب، فدي حاجه ميزه من مميزات برده الراجل. اعتقد ان الراجل لحد الان ماشي بشكل يعني يبني خطته على طريقه لعب الوداد، على مفاتيح لعب الوداد، ولا يبني خطته بناء على الطريقه اللي الاهلي متعود عليها او بيلعب بيها تحت قيادته والاوراق المتاحه اللي تقدر تنفذ الفكر والطريقه دي؟ بص احنا مش هنتكلم في الاوراق المتاحه، يعني ممكن نتكلم في حاجات يعني تخيليه كده، لان الراجل برضو هو القرار الاول والاخير ليه. ممكن عندي مثلا انا بقول السؤال ده ليه انا عشان برضو بحط نفسي مكان الجمهور. فممكن اقول لك ايه، ماتش زي الوداد ده يفضل انه خط نص الاهلي يزيد، يعني يبقى جنب السوليه وديانج يبقوا ثلاثه، يخش معاهم
حمدي فتحي بما انه ايمن ان شاء الله راجع بالسلامه، فيبقى عندنا ايمن وياسر ورا، وقدامهم الثلاثه دول اطمن الاول وامن ورا واشوف ممكن العب ازاي قدام مثلا ده على سبيل المثال، ولا تفضل ان احنا نلعب زي ما احنا ثابتين 4-2-3-1؟ بص انا من رايي ان الراجل يلعب بالخطه بتاعته. ده رايي، ده رايي الشخصي، لان انت لو ممكن لو ربنا كرمك وجبت جول هناك هيفرق معاك جامد جدا، هيفرق معاك كليا، ان انت لما تيجي هنا الماتش هيبقى يعني بلغه الكره كده ان انت جاي مرتاح، ان انت جاي مش عليك ضغط، ان انت ممكن تكسب 1-0 حتى لا قدر الله واتعادلت، فدي حاجه كويسه جدا. اعتقد ان الراجل موسيماني عنده الناس وعنده القدرات ان هو يقدر يعمل ماتش كويس هناك، ويقدر ان انت تبقى ند قوي ليهم هناك وان انت تكسبهم في ملعبهم. ايه المشكله؟ احنا دلوقتي زي ما بنتكلم على الدوري الاوروبي كله والدوري الاسباني والدوري الانجليزي، الدوريات كلها مفيش حاجه اسمها انت بتروح تلعب بره ارضك او جوه ارضك. احنا بنشوف دلوقتي البايرن بيكسب برشلونه 8، بتشوف احنا نكسب الوداد 8 احنا عايزين اثنين، عايزين نصعد بس مش عايزين 8 وليفربول صحيح، ما وليفربول بطل اوروبا وبطل انجلترا شايل 7 بالظبط. فيعني الكره دلوقتي ما بقتش ان انت تروح تقفل والكلام ده، لا انت تروح تهاجم، وكمان عندك دافع ان مفيش جمهور. فايه المشكله؟ يعني الاول كان في مشكله ان انت بتلعب تحت ضغط جماهيري وتحت ضغط عصبي والكلام ده كله، وانت في الملعب بتبقى حاسس بضغط الجمهور في ماتشات زي دي يا كابتن هاني. يعني بتلعب الوداد على ملعبه او بتلعب الترجي على ملعبه او النجم الساحلي او اي فرقه بالذات من شمال افريقيا، لانه الجماهير دي بتعمل حاله شحن عنيفه قوي، اكيد بتتاثر وانت بتلعب في وسط الجمهور زي ده. انا بالنسبه لي ما فيش حاجه يعني انا بالنسبه لي لا، لكن في لعيبه كانت بتتاثر فعلا، في لعيبه كانت بتتاثر، في لعيبه كانت يعني بتشوف الخوف في عينيهم، مش في النادي الاهلي بس. يعني انا لعبت حتى في افريقيا مع نادي سموحه، لا في لعيبه طبعا لو اول مره بتلعب او الكلام ده بتلاقي الخوف في عينيهم، بتلاقي بيأثر على المستوى في الملعب طبعا طبعا. فحته الجمهور دي، وكمان يعني جمهور الوداد مش اي جمهور، يعني جمهور الوداد جمهور احنا عارفين كله عامل ازاي وقد ايه ان هو بيبقى يعني نقطه قوه للفريق الوداد. دي حقيقه، لان انا شفت جمهور الوداد واتفرجت عليهم، بيدي حافز كبير جدا للعيبه. يعني اعتقد ان هم شبه الجمهور لا مفيش شبه زي جمهور النادي الاهلي، لا مفيش زي جمهور النادي الاهلي، في نفس الحال اصلا نفس الحال. في جماهير ممكن تملى المدرجات بس ما يكونش ليها تاثير على فرقتك، لا بالظبط، لكن في جماهير بتهز جبال زي ده. حقيقه طبعا يعني. ده حقيقه طبعا. فجمهور النادي الاهلي طبعا بيتحرك الصخر يعني، ده حقيقه فعلا. ده حقيقه والله العظيم. يعني احنا ايام ما كنت بلعب في النادي الاهلي على فكره مبروك. في ماتشات معينه وفي لحظات معينه في ماتشات معينه كان جمهور الاهلي بيلعب صح والله بكلمك جد صح. يعني كان جمهور الاهلي بيشيل الفرقه، بتلاقي اللعيبه بتطلعها يعني مش اقصى ما عندها، فوق مستوى، فوق اقصى ما عندها كمان، خليهم يحسموا ماتشات. عشان كده بقول لك تاثير الجمهور بيبقى طبعًا فارق جدا طبعا طبعا. فاعتقد ان هي دي يعني دي ميزه برضو للنادي الاهلي، ان انت هناك مش هيبقى الجمهور موجود. واعتقد ان اللعيبه اللي موجوده الكواليتي الموجوده بالنسبه للعيبه الاهلي، ان هم لعبوا، في ناس لعبت كاس عالم ولعبت افريقيا قبل كده كتير فالموضوع بالنسبه لهم يعني مش حاجه جديده. ايوه انا شايف ان اللعيبه هتقدر ان هي تتغلب على الموضوع ده، واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني ان الراجل، اتمنى ان الراجل موسيماني ان هو يحط التشكيل المناسب باذن الله، وان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه. التشكيل والسيناريو، انت قلت لي خلاص يلعب بخطته 4-2-3-1 تمام، حط لي التشكيل اللي يبتدي بيه الراجل المباراه، وايه السيناريوهات المحتمله من وجهه نظرك، يعني ازاي تتعامل مع. وبالتاكيد الراجل هيبقى حاطط اكتر من سيناريو محافظ اللعيبه، انه لو حصل كذا او لو جه فينا جون في التوقيت الفلاني او لو احنا جبنا جون في التوقيت الفلاني هنتعامل ازاي مع المباراه. ابتدي لي بالتشكيل. بص على حاجه، الراجل هيلعب بالطريقه التقليديه بتاعته اللي هي 4-2-3-1، مش يعني ما اعتقدش ان هو ممكن يلعب بثلاثه في نص الملعب، ما اعتقدش، لان الراجل ما لعبش بيها. يا اما بقى في مفاجاه، هو مثلا قرا للوداد كويس وقرا الخطط المميزه عندهم، ده مذاكر الوداد جدا. فاحنا ما نقدرش يعني، احنا ممكن نتخيل، لكن انا عايز وجهه نظر كابتن هاني. يعني اعتقد ان الراجل هيبدا بشناوي ان شاء الله باذن الله لو سليم، هيبدا بمحمد هاني ناحية ده. معانا اتمنى، مش عايز مش انا برضه عشان ما حدش ياخد كلامي ان انا بلاعب حد على حد، لا انا شايف في حساسيه شويه. طبعا بيزعلوا منك يا كابتن هاني، بيزعلوا منك بيزعلوا والله العظيم، والله بيزعلوا. بس طبعا النادي الاهلي فوق، احنا بيتهيالي الاسماء الفرديه بتتلاشى وبتتلغي في ظل انه اللعيبه عندها هدف اسمى واكبر، انه الاهلي المهم يحقق البطوله، مش مهم مين بيلعب، مش مهم مين بيلعب اساسي ومين بيشارك، احتياطي الاهم انه الفرقه توصل طبعًا للبطوله. الفرقه توصل ان شاء الله باذن الله. اعتقد ان شاء الله الشناوي، محمد هاني، ان شاء الله ياسر ابراهيم باذن الله، ايمن اشرف معايا. يعني انت عايز رايي ولا انت عاوز التشكيل الانسب للراجل؟ عايز رايك من وجهه نظرك، ده الانسب، التشكيل الانسب بالنسبه لي انا. بالنسبه لك انت؟ بالنسبه لي انا ياسر ابراهيم و
احمد فتحي سيرد باك احمد فتحي وممكن حمدي فتحي وممكن حمدي فتحي يعني برضه على ايمن على ايمن على ايمن على ايمن علي معلول السوليه وديانج ناحيه اليمين هيبقى مش عايز اقول قفشه طبعا انا كانت عامله لنا مشكله كانت عامله لنا مشكله الفتره اللي فاتت اعتقد ناحيه اليمين هيبقى الشحات تمام وناحيه الشمال اجاي قفشه 10 وقدام ما بين مروان و لا اختار لي اسم ما تقوليش بين ومروان وبادجي وانت عشان انا بالنسبه لي راس حربه بالنسبه لي بادجي بالنسبه لك بادجي لان بادجي هتحتاجه كتير في المباراه دي هتحتاجه كتير ما تبتديش بجيرالدو يعني لا عنصر السرعه ممكن جيرالدو ممكن يبقى في توقيت معين في المباراه لان انت طول ما الماتش بيمشي وطول ما الوقت بيعدي بيبقى عليهم ضغط اكتر فممكن يبقى في مساحات الشوط الثاني عندهم في الخط الظهر او ورا الباكين بتوعهم ممكن تستغل في الوقت ده جيرالدو لان الشحات برضو كلنا عارفين الشحات لسه راجع ولسه برضو ما رجعش في الفورمه بتاعته فممكن تستخدم جيرالدو في فتره معينه او وقت معين في المباراه. انت واجهت اي فرقه من فرق شمال افريقيا اثناء لعب بطوله افريقيه؟ يعني لعبت مع فرق من تونس او من الجزائر او من المغرب قبل كده؟ لا انا على السنتين اللي قعدتهم ما لعبتش حد من شمال افريقيا بس انا في سنه كنت مقيد فيها وسنه ما كنتش مقيد فيها لان كان مستر جوزيه كان مشي السنه في السنه اللي احنا خسرنا فيها البطوله ومشي كابتن حسام كانت اول ولايه ليه وخرجنا من كانو بيلرز لو الناس افتكر يعني كنا خرجنا من بطولتين ورا بعض فما لعبتش لا يعني ما حصلش شرف بس طبعا يعني طب حتى كجمهور يعني ممكن لو مش حتى مش في الملعب دايما مدرسه شمال افريقيا يعني بعيدا عن الكوره في طريقه او اسلوب في المواجهه لما بتلعبهم على ارضهم فكره العصبيه فكره الشحن الزايد فكره انه يوترك ويخرجك عن تركيزك فكره الاستفزاز هل اتعرضت لحاجه شبه كده في الملعب قبل كده؟ على فكره الافارقه مش شرط شمال افريقيا بس في افارقه بيعملوا كده برضو يعني في افارقه بيحاول ان هو يرخم عليك بيحاول ان هو يخرجك عن شعورك بيحاول ان هو ينرفزك فالحاجات دي يعني شايف ان هي خلاص بقت موضه قديمه وما بقتش فيه الكلام ده دلوقتي الاعتماد دلوقتي على ادائك في الملعب وعلى سيطرتك مثلا في المباريات والكلام ده انت يعني ما اعتقدش ان في دلوقتي وبعدين موضوع الفار ده كمان بيصعب الدنيا شويه على حته الاعتداءات والاسلوب والله مش شرط يا كابتن يعني انت يعني بتشوف يعني احنا شفنا حاجات واضحه وضوح الشمس وما ولا فار ولا غير فار يا راجل سيبك انت من الكلام ده فار ايه اللي انت جاي تتكلم عنه؟ نعمل نركب كاميرات طيب في اللعيبه بتمشي لا فاعتقد ان الموضوع دلوقتي ما بقاش زي الاول يعني بقى الدنيا هدت شويه وبعز الاول كان الموضوع كان صعب جدا وشفنا حتى البطوله العربيه اللي كانت معموله هنا في أيوة. في القاهره التحكيم قلق بالنسبه لك يعني مصدر قلق خايف من التحكيم طبعا بالذات في المغرب لان احنا شفنا السنه اللي فاتت تقريبا او قبل اللي فاتت الوداد والرجاء واللي حصل في النهائي فبصراحه كانت كارثه يعني انت بتتكلم على بطوله افريقيا دوري ابطال افريقيا وداد والترجي وداد والترجي سوري فكانت طبعا يعني الماتش كان فيه كوارث يعني واعتقد ان التحكيم لازم يبقى فيه حكم موجود يلوك بالفريقين لان الموضوع مش هيبقى فيه محدش هيستحمل بقى ان بيبقى فيه غلطات لان انت بتتكلم دلوقتي في فار موجود وفي ناس موجوده والعالم كله بيتفرج فمفيش مجال ان الحكم يغلط غلطه سخيفه زي اللي كنا بنشوفها قبل كده. طيب الناس متوقعه مباراه تميل اكتر للناحيه الدفاعيه من النادي الاهلي يعني متوقعين انه هدفنا الاول ان احنا نامن ورا ونحاول نخطف حاجه قدام متوقع ان السيناريو يمشي كده ولا متوقع الاهلي يلعب بطريقه متوازنه وايه اللي تقوله لفراوده واجنحه النادي الاهلي في ماتش زي ماتش الوداد يعني تمام. لو في نصيحه تحب تقولها لهم يهتموا بايه او يركزوا على ايه او يحاولوا يعملوا ايه طبعا الحته الدفاعيه مهمه جدا في مباراه زي دي ان انت لازم الهافين بتوعك لازم يبقى في رجوع مع الباكين بتوعك ده حاجه يعني مفروغ منها يعني انت بتتكلم في مباراه مهمه جدا ما فيش كسل يعني انت لازم تبقى تركيزك مليون في المية في مباراة زي دي ان انت ما فيش حاجة اسمها ان انا مش قادر ارجع لا لازم الهافين النهاردة الماتش ده لازم الهافين يبقوا كتلة واحدة مع خط النص مع الباكين بتوعك لازم يبقى فيه رجوع كامل دي ما فيش فيها كلام حتة النص الملعب برضو عليه عامل كبير جدا ان انت ازاي ان انت توقف خطورة اللعيبة اللي موجودة في نص ملعب نادي الوداد
عايز برضو اقول اليو ديانج عملها كويس قوي قوي الماتش اللي فات ماتش عبد الله سعيد. عبد الله سعيد ما حسيناش بيه عالمي يعني بالظبط يعني ما حسيناش بيه نهائي عبد الله ولا كانه كان ما حسيناش بطرد السوليه يعني تخيل الاثنين يعني الراجل قايم بدورين قايم ان انت عندك يعني لاعب من احسن اللعيبه في مصر في الوقت ده وقدرت ان انت توقف خطورته وتاني حاجه ان انت بتلعب مش عايز اقول لوحدك لان قفشه كان معايا مش عايز برضو ابخس حد بتزيد وبتكمل وبتروح بتكمل وبتعمل اسيستات يعني اول سيتي ده عامل اسيست للشحات فالراجل بدا يتطور وبدا مجهوده يعني مش عايزين نحسده طبعا لان ديانج لاعب مهم جدا ومؤثر جدا. طيب ده اجي للفراوده الكلام انت بتقوله معناه انه الفرصه هتبقى نادره والهجمه طبعًا. هتبقى عزيزه زي طبعًا. ما بيقولوا طبعًا. الفراوده لو توجه لهم نصيحه فراوده تحب تقول لهم ايه يا كابتن هاني؟ الفراوده في مشكله عندنا في الفراوده الفتره دي ان احنا بنضيع حاجات سهله جدا يعني ما ينفعش ان انت في مباراه واتكلمنا فيها كتير ان لازم الفراوده تستغل نص فرصه يعني ما فيش عندك وقت ان انت يجي لك انفرادين وتقول لي لا المشكله لما بدات احط لا التالت. مش هتجي لك الثالثه مش هتجي لك لازم الفرصه اللي تجي لك في وقت زي ده لازم تستغلها كويس جدا 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 واعتقد ان يعني زي ما قلت يا استاذ احمد ان الانسب بالنسبه لي بادجي لان بادجي يعني قوامه يعني راجل طويل وراجل افريقي وراجل بالظبط هو الماتشات دي لعبها كتير تمام فانا شايف ان هو الانسب واحد اللي بيكون موجود في بدايه المباراه كل التوفيق ونتمنى نتوقعك للماتش اللي جاي ان شاء الله يتحقق كابتن هاني نورتنا وشرفتنا في السادسه وان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي جاي ونبارك لبعض ان شاء الله باذن الله بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسه وبشكر كل الاهلاويه اللي تابعوا حلقه النهارده ان غدا لنظيره قريب نقابل حضراتكم ان شاء الله وحلقه السبت يوم السبت اللي جاي ان شاء الله من السادسه هتكون حلقه خاصه جدا ان شاء الله قبل 3 ساعات من بداية اللقاء المواجهة المنتظرة بين الأهلي والوداد أتمنى أن حضراتكم تتابعونا تحياتي لكم.